انت عارف انه بيقال انه ميتلاند كان كوبري عشان تروح الاهلي؟ لا خالص والله، والله خالص، ولا كان كوبري ولا حاجه. بس هو انا ما يعني ما وفقتش في النادي هناك. بس انا لما قررت ارجع مصر، رجعت يعني كان نادي الزمالك حد في مجلس الاداره، كلمتهم، بس الناس هي كانت مقصره في حقي، وانا يعني انا ما اقدرش اخصب على حد. وبعدين النادي الاهلي شرف لاي حد. مسافه ما لقيت مسج بس ما بعت لي من النادي الاهلي، اي لاعب في مصر يتمنى ان هو يلبس تيشيرت النادي الاهلي طبعا، فدي ما خدتش تفكير 1% في دماغي. خلاص. كانوا مقصرين في حقك ازاي في نادي الزمالك؟ لا، في حاجات كتير، حاجات كتير كانت مقصره. بس طبعا اشرح، قول بقى، انت جمهور الزمالك زعلان منك، فرصتك. لا خالص والله، يعني بس اقول لك حاجه، الجمهور اللي بيحبني من جمهور نادي الزمالك، وانا متاكد ده 1000000% ان الجمهور بيحبني، هم فاهمين الموضوع مش ازاي. هو كان في شوية مشاكل بس كده في الإدارة دي عندهم، أنا يعني مش هينفع أتكلم فيها.